السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. عواشركم مبروكة، تدخل عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. اليوم غادي نصاوب معكم واحد السيجار كيجي ساهل ماهل. يلا تبعوا معنا الفيديو. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الكاوكاو. أنا خديت هذا اللي مفسخ، قليتو في الزيت تكون باردة وطحنتو ولا بحال بخاليني. هانتوما كما كتشوفو كلشي مبين في الصورة. غادي نزيد عليه واحد 3 المعالق ديال نيسلي كاراميل، هو اللي كيعطي واحد اللذة رائعة والسر ديالو. صافي غادي نخلطوه مزيان ونغطيه ونخليوه على جنب، راه غادي يتجمع لينا. وصافي هنا غادي نديرو كويرات باش نسهلو علينا، ونخليهم على جنب. غادي نجيبو الورقة ونحاولو نقطعو على النص، ومن بعد نقطعو يعني تقريبا نقطعو على 4. صافي وغادي نبداو نشكلو لي سيجار ديالنا. راه الطريقة ساهلة ديال اللف، راه كلشي مبين في الصورة. وهذه طريقه اخرى ديال اللف، قطع الجناب ديال الورقه على هذا الشكل، حتى الطريقه كتجي زوينه وما تجيش الورقه فيها بزاف. وصافي هنايا غادي نقليوهم ونطفيوهم في العسل، بريزونتيتهم على هذا الشكل. هادو درت ليهم لوز افيلي، وهادو درت ليهم الزنجلة طبعا الحال مقلي. غادي ندوزو الوصفة الثانية، بقلاوة بالكركاع. عندي نص كيلو ديال الكركاع صهدتو في الفران وطحنتو هنايا، زدت عليها شوية ديال الزهر وخليتو هكا، ما درت ليه لا حلاوة لا حتى شي حاجة. صافي وخديت الورقة ديال الفيلو صرحت على هاد الشكل، كل جوج ورقات لفيتهم، وكندير واحد الحربول ديال الكركاع وكنرش شوية ديال الكركاع وكنطوي على هاد الشكل. راه كلشي مبين في الصورة. بطبيعة الحال ضروري خصنا ندهنو بالزبدة. هنايا من بعد ما كملتهم خديت 3 ديال لي بودان، خشيتهم في الفران بعد ما كنت دهنتهم بالزبده، وخديت هادو اللي بقاو غادي نكونجليهم حتى نبغيهم ونجبدهم ونطيبهم. كيبقاو محافظين على القرمشه ديالهم اللي كديريهم جداد، حسن من انك غادي طيبيهم كاملين وتحتفظي بهم. انا جبدتهم ودرت ليهم العسل وما باقي سخان. وهنا غادي نحضر معكم الوصفه الثالثه. عندنا هنا بريوات بالجبن او السيجار، انواع ديال الجبن غادي يحتاجوا فيها. المكون الاساسي عندنا الفرماج مدخن في ماء العادي والحار، وغادي يحتاجوا علبه ديال الجبلي او جبن. غادي يحتاجوا 8 قطع ديال الفرماج مثلثات، ونحتاجوا موتزاريلا وفرماج محكوك. على بركه الله نبداو. غادي نخلطو هنا جميع المكونات، غنديرو في واحد البول ونخلطوهم ونرجع معاكم. صافي وغادي نبداو هنا نشكلوهم. غادي نقطعو الورقة على شكل طولي، هانتوما كما كتشوفو مبين في الصورة. صافي وغادي نحاولو ندهنوها بالزيت، وناخدو واحد المعلقة ديال الخليط ديالنا ديال الفروماج ونشكلو البريوات. تبارك الله راه كلشي كيعرف يشكل البريوات. كنبقاو مكملين بحال هكا حتى كنساليهم. من الاحسن ندخلهم الثلاجة عاد باش نديرهم في الفران، باش تتفادوا انه يخرج لكم فرماج من الجنب، او ممكن تضيفوا ملعقة مايزينا للخليط. ما شاء الله ما شاء الله صنع. Thank you.
السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد. اليوم غادي نصور معكم واحد السيجار كيجي رائع. مرحبا مرحبا يا هلال، اهلا اهلا. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنم.